بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. واني دالك في علم الفرائض والمواريث هنا سربشي دو ما فيك أمنا ينهو الفصل الثالث الحساب بشي دو باعتبار علمك نك باعتبار كتابك علمي فرائز دو بشا بشا كان فقه كيت بشا كان حسابه فقه كيت بكا تاريخ عندهمان ويخ عندهمان كتير فقه مواريث مثلا نصف في شيء والربع في شيء والسلسي شيء وفقه كيت إن جالي رباسي حسابه كيتي شون مال حساب كتابي بوكي لا فرش ليك نساوى المبحث الأول الأعداد والعوامل موكو بيشا شي واي اشتشي بيركالية وكري خوش كرني كرتي بوي بقى أساني بتواني مسألة كان حالكي فرمو. بسم الله الرحمن الرحيم. العدد الأولى هو العدد الذي بموابي العدد الأولي به لا يوجد نساء أولى هنية بأولي شربي خيني تودروس العدد الأولي ملا بيتكاري بيران خوبش وجماراني خوبش بكردي العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة الصحيحة إلا لا يقبل القسمة الصحيحة لا يقبل القسمة الصحيحة إلا على نفسه أو العدد واحد أو العدد واحد فقط مثل الأعداد الثاني الثالث الخمسة السبعة أحد عشر إلى آخره. سينظر حبيشي تعالى بعد يكشون عليه أجمعاني كدابش بوني كراس دروس يعني ما قال لقال خويا أنا هلا قال جمعريك يعني بسر جمعريك لا دابش نابن بس دو هل بسر خوي بسر جمعريك على دابش بسر يانزا هل بسر خوي جمعريك على دابش بسر شتر على دابش نابي وكو هشني يا بلي بسر شوارو دوش على دابش أوكي ألين العدد الأولي يعني خوبش إن جا دواء العوامل معن هي العوامل معنا فلان دابش خوبش ودابش بلى هي الأعداد الأولية التي تقسم عددا معينا بدون باقي على أجمال سلتايانا أولي ما بس فيه يعني مركبنين يعني يجمع لن كتقسم عددا معينا هذا المركب يجبن هذا دلوستا دابش ابن مثلا جماري شي دياري كراو ببي او باقي هبه سخوي نمونه يعني تو قالك ايش نمونه كفرمتي ويمكن استخراج عوامل اي عدد وذلك بتحليل ذلك العدد الى عوامل الاوليه طلعت وعنين دربينين دابش بوني هر جماريك بوي تحليلي كان يعني شي كينو بسر او جمارني بسر دابش ابن بو نمونه مثل أوجد مجموعة عوامل العدد الستة بريت برسيار أوجد يعني داري بين يابي دوزر أنظر كيف إيجاد الناتج مجموعة عوامل العدد الستة هي الثاني والثالث أحب هي نشكرتي ببوزو لما اكتبها وان بو كردي مثلا ليس شش أسر دوا دابشة ببيت السي إن جاب أسر سيا دابشة ببيت إيك آوها يعني تا دابش بيه هني زعم أخيرا كيف تتشن لك كم ترينا كي زور ترينا كي إن جاء لمو شتر دروسة بفعلا المضاعف المشترك البسيط لكردية بفعلا شن جاريها أو بش رمزة إينا كي شي بير كاريا كي وفرزيا كي ميم ميم باء يعني المضاعف المشترك البسيط للعددين شن جاريها أو بشي سادي دوج معله يعني هو أصغر عدد يقبل القسمة على كل من العددين بدون الباقي أي بتشوف تاني جماريك كخبولك ولا قريدة بجبون بس هردو أو دو جماريك هيا أما لأني ما عندو جماري هيا أولي مجاري ولا ملاسة دوان معنى سيان معنى شوار معنى جمارة شون بتوانين تنجاريها وبشي بوب دوزينه ما بيئويك باقي بمانه
سهاتوا المنجمة على شوار وشر ما لكتبي كونا أمر ذكا علينا على بل لكتبي كونا على شوار وشر نيوية شيشي عن كراتي أوي تركة أوي بيشتر خدمة بله أو طريقة سريعة كما خير وابو أو طريقة سريعة لما باشتر تقريبا بس أما زيادة الوردي كردوتو أما علمي ترى بلى فرمو ويتم إيجاده بتحليل عددين ثم ضرب العوامل المشتركة وغير المشتركة ببعضها يسبون منا جمارة شوار وشش علي شون أي دوسيطة شون إيجاد يكي علي هردو كان ورد يكينا وتحليل يكين إنجادو أي كاميان هاو بشنو كاميان هاو بشنين كرتي يكتل يكين ضرب كرتا سجمارة شوار وشش هاو بشكيان دوا وشي لابنان شتي عامل مشتركيان دوا نيا بلام جمارة شش بسر سيادة بشيكي دو يشي هي أم دويان غير مشتركة يعني بو شوارة كان يبوي اعتباري بس بو ششكي بله دابش شي نابي انجاش سيكا دابش شي سيكا نو يكا مينيتو سيش غير مشترك علي چنجاري هاو بشكي بمشي وازاد وزنو دو كرتي سيبت دوام يعني مشترك وغير مشترك همي كرتي يكا كي بيوجد ولا وبكري بوشيوان جاري وايشي او الى بيرغاني ازور زيلك بيسي بجدول غنيه هيا هر خوين يشي بيرغاري باش عكسي ايمو او دو انزيا لانجامي تشيا كرتي جمالي شي هبش معني بو شوار وشش دو وايه دو يشي تر معناها بس تايبته بو ششكه بو ششكه ششكا من دعبا شيسيا كدو او دوية كم بو هردو جانا بو شواركا و بو ششكا هم دوية تريان دو سورة كي شيروا او بس بو ششكا ششكا من دعبا شي دو كرو كسيا كا ابالي ششكا اش دعبا شي دو كي هر سيكا دابش سيكي هر دو وكا يعني او دواني ششن بلا هر دو كاني ششن او اي سر سر او بلا مو ضرب يكين هر دو كي انجا دا اخيرا چيت لن براو دست كوت همي ضرب اكين انا چنجاري هاو بشو عدو زريتو ترن هر ياساي بير كاري بي اما الاروالي ربوا بيوتين موتيو أو لا حساب هني جمرياني نبو يا لا إدارة بلى مصامي خوار ورينا فيني فإذا كيش خنو عاملي مشترك شيء أو غير مشترك شيء العامل المشترك هو الذي يقسم العددين معا قسمة صحيحة بدون باقي هسا عاملي مشترك شيء بلين شنجاري هاو بشاكي هردو كان بريتيا لو جمعليك هردو شي بسالة دابشا به إسا دولة هردو شي بسالة دابشا به سرتا شش چوارکه. هر دو کان داشت دو که. باشه. چی من مدل چهل خوارو چوارکه ابیت دو. ششگیش ابیت سه. ابیت سه. اما به هر لگل افراد هر دو کان تا. بله. تا گات یک. بله. هر دو کان داشت دو که تو جایی تر. دو که ابیت یک سه که داشت نه. جوانا تا. دو هر دو کان داشت سه که وی ابیت یک که او هیچ سه کهش داشت سه که ابیت یک هر دو کان. او سي هر سي شكرتي يا كاكا ملام لروي حل كدني مسائل و اقريك شيان لا بي باش شيش بك هر درجه يعني او دو دو ايش شيان لا بي هر بلي دو كرتي سي او ششكا او درجه مسالك نمونا كان بو حل بي بي شاشا ضلع عامل غير مشترك الذي يقسم احد العددين ولا يقسم العدد الآخر مثلا غير مشتركة سي بس او دوكي شكرتو بغير مشترك جاري جيتر
دو يكن بو هر دو شانه دو دوم بس بو ششكه ابي واه بيش كل ودتي غير مشتركه واي واي اخر غير مشترك ما صار لي بس بسر دو ادا بش بسر سي ادا بش ما بي دو دوم طالع على فور طالع انجالن برو لا فرش لدو شتي تري وتوا ناينا القاسم المشترك الاعظم يعني أو جماريك فيما بين فلان جورتين كل كي هاوبش لبيت كاري واي ما جورتين كل كي هاوبش ما لما كتب كانت كوي ما بعربي خندو كردي كاني ما نخن سامي كردي كي هي أمان بعكسي بسيطك أو بسيطك وردي أكيتو أمش هل وردي أكيتو بدنا كام جمارة جورتين أبو هردو كان بس أنا سيبو شش و هشت دو درجه شش دابشی هشت دابشی یک اگه این دابشی هشت به دابشی دو به دابشی چواری شه به جماره هشت بسر چوار جماره دابشه به وانیه چکا دابشه عوامل و این بنوتی جماره ششیش بسر چوار دابشه به بسر یک بسر شش بسر دو بسر سه اوی که ابیت قاسمی مشترش یاری دوشان جماره دو فما جيتش لي بعما ام طريقي ها هو ابن سينا سن قاسمي مشترك اعظم ام دوينا انا قاف ميم همزه وهي لكاتي حركتنا ايش معنى بمعنى به قاف ميم همزه يعني تش ميم ميم باء يعني تش او دون منام بابنوسا بل خير يبين ما دام نزيك تدور اخر زمان هذا قاعد يدور نزيك بيته هذا الشيء اللي يبي له هذا كذا صوتي بمر جيشة طبعا بنو منا اما هشت بس هديك هذا بشر فيه بس الدوا بس الشوارع بس الهشت ثواني شش هديك بس الدوا بس سي سي بس الشش أويك أم دو أنا لا هردو شانا هبي قولة ليجبي بريتي لا دوكا قاسمي مشتركي عظم يجيش مان هي بس او بس اعظمني هوايا اقربو شمالا كان مان هشتو شوار بو بس ريكا بس دو بس شوار شوار لا بشر ام بس ريك دو شوار هشت قاسمي مشتركي عظمي شوار عواش دو زريتو خوشي لأخوار ونسيتي حذكي بيخنو قاسم سولة هو أكبر عدد يقبل هو أكبر عدد يقبل كل من العددين القسمة عليه بدون باقي دورتين جماري كك هردو جماري كدا بشبه بسالي أنا فبي أوي باقي بمينته وكل دون منيك وثمان ويتم إيجاده بتحليل العددين ثم ضرب العوامل المشتركة فقط ببعضها ثم ضرب العوامل تعاوتله بتحليل العددين ثم ضرب ضرب عطف بوسر تحليل علي أبي شو عدو زينة وهردو جمالك شيكين وبمشي وعزيك كردمان أمجار عامل مشتركان كرتي يككين بس سششو تشوالكا عامل مشتركان بريتيلا دو هروي ام بروي بس ليرا قاسمي مشترك عظم بريتيلا دو اما بس قاسمي مشترك عظم بس هوي اوبر شنجاري هاوبر بو او ميم ميم باء بو اما قاف ميم الفا نمونيت ليش انا اتوهشتو شوارك او خوش مان كرمان كبريتيلا شوار قاسمي مشتركي أعظمي هشتو شوار بريتيلا شوار أم بم رجي أما نيكرو ما يعني آسان ترى لما كتب ما ما يعني بيوتي نقدر بيت أمش خراب نية أم أزاي هنا هو صار أم جمارين الكلام برو أمي يسبون شوار وش تبع باشا هذا كان يسبر دو أدا بشكر دو بوتة دو شوار واي
هم تر هر دوشان بسر دو دابش ابنو ابيت بچن دو يك دو هم تر دابش دو يك دو يك داني عن دابش ابي انجا دو اي دو اكا و دو اكا كرت يك تر كل تي تشوار لبري هر دوشان دابش بون بس يعني اخا اما ابيت دو عمليه بس اما يعني يك عمليه مي اله او اسبه دو قناع ما دو شت كلت بس ما بيكش الدرجه اما يعني اسان تر قلت زاني ما تمرين بو تمر دو اسان اگر كدنيا ويا بتواني إنك حل كي مسألك نشتي لاحظ أنه لا يوجد في المثال الأول إلا عامل مشترك واحد وهو العدد الثاني، فكان القاسم المشترك الأعظم الثاني، في حين أن عدد العوامل المشتركة في المثال الثاني هي اثنان، العامل الأول اثنان والعامل الثاني اثنان أيضا. أخوان نمونيت لي هنا ومثال سيميش بخنرو أما أنا لي قاسمي مشترك أعظم مضاعف مشترك بسيط بدوزرو أوجد قاسم المشترك أعظم والمشترك المضاعف المشترك البسيط بوجمالة كان وكان بستة وثمانية بلى نتائج طواه نتائجك عيبيني ميم باء هي كان جاريها وبشكا دو كرتي سيب الشعر دو هاي بالشعر كده مشي دو انصابت ودو هايش دابتي ششبت يعني هو كنت متواني هرملي دو كرتي سي شون كدابش شمالك ملام قاسمة مشتركة كيان شان ابلتي الا دو قاسمة مشتركة كأمي بله لك تبي ترى أم دولا برد سخن معنية يكسر لي رودا سبيك على برد شلو سي كمان أما بو أيد يشكو بو أحسن كادو هاي بحسابي خوي أمش كخوي مهندس ولا بيركاري أباج بو حسابي خوي لما يشكو أحسن كا بس هستكم بو خالتي وقت إمامنا وزجراني كردو يشكو تافير يبي كفيري بيتر خوشة علي دودو هر شواركة لك تبي ترى ألي رودس بيك أصول المسائل لا فرش لوسي بلى أصول المسائل بعد تحديد الورثة في المسألة ومعرفة فروضهم ونسب حصصهم يتم إخراج أصل المسألة. أصل المسألة هو أصغر عدد لأسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من الوارثين أخذ نصيبه منه بدون كسر. بعد كتابة أصل مثلا تصيل التأصيل لا ميلاد أو كان تأصيل شيء لي أصلي مسألة على دواي دسني شان كردني ميلاد قرا كان لهر بابت يكاكا هي وزانيني بشكيان انجار ريجي بشكيان بلين أصلي مسألة دلك يوكا في شرح حل ما انكردوا وما حل ما انكردوا أصلي مسألة تعريفك يوكا على بشوكتلين جماريكا كبشكي همو ميلاد قرا كان انتيا درچه بشيويكا هر بشيك لميلاد قرأكان بشي خويا بابا بي اوي كرتي تيب كوي يعني لي ام ميلاد قرأ دو باش لما علاكا با تنالي دو باش وربعه دو باش ونيوشتي وامانيه لميلاد كسرينيه باقي وزن تنبو عصابه معي بلا كيفية تحديد اصل المسألة زاكا سبرج اصل مسألة شون مدوزمو اسا كردتي با يما بكردتي با سيخال خال يكم إذا كان بين الورثة صاحب فرض واحد فقط فيكون مقام الكسر لفرضه هو أصل المسألة. علي أجرهاتو لنا وميلت جرا كان يكخاون فرز معنها بو مثلا كعباب مري جني هي ولا قال كروكتا خاون فرز بس جناكيتي كبرتي اللي يكلا سرهشت أبو أصلي مسألة كي يكلا سرهشت بيشتري بس ما انكردوه أم لو تأتي مسألة فيها زوج وابن أم حزي كلو جناك بمري علي جناك بمري بياوي شي هي لقال كريكا
يعني وقيك لسه شوار وكل ركع عصبي قال واصلي مثلا كيك لس بيت شوار فرمو بشو خالي دوم إذا كان بين الورثة أكثر من الصاحب فرضي ما بأكثر اسم كانك يدعى كتب بين خبرك إذا كان بين الورثة أكثر من صاحب فرض أجر لنيوان ميلاد كلا كان زياتر لدو خاون فرز هبو بو نمونا أم نمونا خوي كسي بمري رجنية مردو بياوي هي دايشي هي كري هي أما ليش يكين مضاعفي مشتركي بسيط دركين شكين جنجر بلى أو يكن لا بري بيشو آخرين ما هذا كي حلكي بخينه ومسألة مسألة فيها زوج وأم وابن الحل للزوج فيها الربع وللأم السدس وللابن الباقي لأنه عصبة وحيث إن الأعداد أربعة وستة هي مقامات الكسور الربع والسدس لذا تصح المسألة من 12 وهو مضاعف مشترك بسيط مضاعف مشترك بسيط للعددين الأربعة والستة بلى عليه أما سأليك يك لسر شوار يك لسر ششي تيايا بو أويك أصلي مسألة كيف دوزيتوا لك تبي ترى بحثي أم مضاعف مشترك بسيطان يا عليهم دو جمالي بيانا وترى طبعا لي جمالي يا متماثل مثلا هادو كان شوار هادو كان يا متداخل يعني داخل يا كمانوكو هشتو شوار يا شوارودو أنا متداخلا يعني مثلا سي وشر يا متوافق نسامة الكتابة تلعبين متوافق الكتابة كونك متوافق أو هردو كان دابش أبن بسر جمعريك مثلا شوار وشر دابش أبن بسر دوا فابو دواك كررت يشي شانك يا علي النيوي يشي شان كررت يوي تربك مثلا نيوي شوار كررت الشاش كبيت دوانز نيوي شاش كررت شوار بك أبيت دوانز فسمعت ولا أنا أبو الرجاء من فيها متوي بيد كاريك أو آسان ترى تربار كامي كامي قرينا بزاني حلي كي مثلا مثلا دوانزا يا ميردكي سي أبا يكلس شوار كبيت السي وانية سي كررت شوار دوانزا دايكا كدو أبا بينج لدوانزا بروح حوتي منيت وحوتك أبيت بشي كركي أم خالص يمش خير ومش آسانة إذا لم يكن بين الورثة صاحب فرض بمعنى إن الإرث منحصر في العصابة فقط فيكون عدد رؤوس العصابة هو أصل المسألة أجر ميلاد قرا كان صاحب فرض كان من كش يمل بس كروك شيء هي أما بس كري هي كش يمل دو شوار كري هي الرك مالك دابش كين بس شوار أنا دابش شوارك وش يفهمين إن كان الورثة من جنس واحد ولا تفاضل بينهم ذكور فقط أو البن منا ميلاد جلكان يكر رجزن يعني بس كشيء بس كريه ريك يكون عدد الرؤوس أصلي مسألة كلا سرج معي وهرز ولا أسهل هل يكسر كابلا في طلب يا مرد شوار كري ما لك شو دابش ولا شو دابش يشواري شوار كشيء دابش يشواري أو نمني هنا وتوفيز بشر إحناك كسب من يسيا كري بره ما لك دابش يسيا كن سيا دينار كشيء دينار كأنا ده سي دفتره شي دفتره اي اگر حالتي دوام با ان كان الورثه من جنسين قلنا كروك شي هي او يعني شلون دا بشكل اذا ذكر مثل حظ الانثى قلنا ان دو كروك شي هي قابه بتشش فهل نير دوانا دو كركا كاين تشوار دوك شكل دو بتشش يسالير عليك سبب من كروك شي هي بما مثقفه كان يا اخر زمان هل انا دو من على تهيه بس كركشة شيء هي كركا بيت الدو سرك شكل شيء أكثر كأبوصلي مثلا كمان لسه ما على كده دابش شيء سيء كيل بله لا فريش شلو بينج شلو شش عايد إيه ويا لقل شلو حوتة هو أمي أو سيلا فريه مكروه التمارين محلولة وكو خوي عليه بوي حل كردوي بوي شرح كردوي مضاعفي مشتركي بسيطة كو قاسمي مشتركي أعظم وهم يدرك الدولة قاله أو خطان حليكا أو ملاحظات مهمة لا برشلو هشتلقت شلوني أخواني
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب يمان هي باب الحساب. إهلا برصو بستيكا فرمو باب الحساب. وإن ترب معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب. أبزاني بيت هدي الرجل صو نوزده صو نوزده صو نوزده. وإن تريد على أقربته وإن تريد يعني بزاني يعني بتوي أقربته فيري حسابي لتهتدي به إلى الصواب أو بتوان الراس دروس مسألة كان حلكي إيه وتعرف القسمة والتفصيلة وتعلم التصحيح والتأصيل والتأصيل ودابش كردنو وردكاري وتصحيح وتأصيل بزعنة تأصيل كأصلي مسألة. فاستخرج أما جوابي إنكه فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل. عليها ولد أصلي مسألة كان بدو زروة للا بركدني أصي مسألة كان بأعجام بذاهل يعني غافل. تذهل كل مرضعة إلى قرآن إن جاء مي أم خوش ترى مي رحب عليها أمو أصلي مسألة بريتي لا حوج جمالة. فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. علي أو جمالاني كأصلي مثلا حوتا كبريتين لدو لسي لتشوار لقال شاش هشت دوانزا بيستشوار أم حوتا معني جعل لنا أم حوتا ثلاثة منهن قد تعول. علي سياني عن عولك ليش عول ما نخندو إيما شاش ودوانزا بيستشوار عولك لين وانت العولناك تعود دوائي خيرين. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام. علي لدواي أوا شوار جمعرة معنى هي عولي عن توش نابي كبرتي لجمعرة دو سي شوار لقل هشت أو شوارة عولي عن توش نابي لا عول يعروها يعروها يعني توش يبي ديها بسريا على عونا يا بسريا ولا انثلام انثلام مش وقت بري هات شلون بينا كردن في ما بيبو معناه بي. إيه. فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من اثنى عشر. عليك لسرشاش بشي السدس سهم كيف بتيك لسرش أبيت الشاش أصلي مسألة كي يعني هاي اللي ديت. والثلث والربع يكلا سرسيو يكلا سرشوار أصلي مسألة كي عنده عنده بلى. والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. على يكلا سرهاش أجر يكلا سرششي لقلابو أصلي مسألة راستكي الحدس يكسر إنسان ببيروهوشي زانه حدس بريتيال عقل بيروهوشي. أربعة يتبعها عشرون يعني بستشوار لهر مسألة يكا لسر شش ويك لسر هاشتا بو أصلي مسألة بستشوارة يعرفها الحساب. حساب جمع حاسبة قال ما نجمع ديارة كان أي زانا هر هميان بلى. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. على أمس يا جمارة واتا ششو دوانزو بستشوار إن كثرت أجر خاون بشكا كان زياتر بون لجمارة وعولي توشبه كما أبو ألي يا أوستي بشكا درسا كيتر عولة خيري تانصو بستحوت ما خنو بس لو بيني أهني شكمان نخن دو دوائي خيري أو يترنو برانتو مالي ويكن نسيوتي تنو صون وزده با ايه طبعا مظاهرين امبران ورشان بياني بيوين بلا
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وعليك السلام.